وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد تسلم دعوة كريمة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 الذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وبرئاسة صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية في الفترة من 23 حتى 25 من أكتوبر الجاري بالرياض، معربا سموه عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على دعوته للمشاركة في هذا المنتدى الذي سيسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية نحو اقتصاد مستدام يصب في خدمة أهداف التنمية وبما يحقق الرخاء والنماء للمنطقة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم معالي الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، حيث نوه سموه إلى ما يربط المملكتين الشقيقتين من أواصر المحبة والأخوة ووحدة المصير المشترك، وهو ما يؤكد عليه صاحب الجلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين، مجددا سموه خلال اللقاء على شكر وتقدير مملكة البحرين للشقيقة المملكة العربية السعودية على مواقفها تجاه البحرين في مختلف المحطات وتعزيز التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات والدفع بها نحو آفاق أرحب من العمل المشترك، مؤكدا على موقف البحرين الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية على مختلف الصعد لما تشكله من عمق استراتيجي للمنطقة ولجهودها البارزة في حفظ الأمن والاستقرار. من جانبه أعرب معالي الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بتنمية العلاقات السعودية البحرينية متمنيا للبحرين دوام النماء والازدهار.